طبعا يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم، الاحتفال بعيد الام جاء منذ عصور سابقه. طبعا الام دورها في كل العصور واحد، هي الام اللي بتربي وهي الام اللي بتكبر، هي اللي بتهتم بمذاكره وتدريبات وهوايات ابنائها. والحقيقه الاحتفال بعيد الام ده من الامور التاريخيه. في الحضاره اليونانيه مثلا على سبيل المثال كانوا بيحتفلوا بالام، وكان اسمه عيد كوبيلي، ده كان اليوم اللي بيحتفل من خلاله بالامهات. كمان كان بيتم الاحتفال بعيد الام في الحضاره الرومانيه القديمه باسم عيد هيريا، وفي اوروبا في العصور الوسطى عرف ايضا باسم عيد الام، يعني نفس التسميه كانت في المرحله الزمنيه دي. وبيرجع الفضل للاحتفال بعيد الام في العصر الحديث الى المؤلفه جوليا وورد هاوي اللي اقترحت الاحتفال بعيد الام في امريكا سنه 1872، وتم اخذ عيد الام كعطله رسميه بدايه من عام 1912 في الولايات المتحده الامريكيه. فعلا زي ما بتقال عيد الأم هي مناسبة سنوية بيحتفل بها العالم كله اعترافا مرة تانية ونأكد وإجلالا دور الأم. لكن في بقى ناس كتير يعني التواريخ عندها مختلفة، بتختلف من بلد برضو لبلد. خلينا نروح مثلا لبوليفيا، بيحتفلوا بعيد الأم بس في 27 مايو، بيرجع تاريخ الاحتفال ده اللي شارك فيه النساء من أجل استقلال البلاد، ده كان عام 1812. طيب لو رحنا تايلاند بيحتفلوا بعيد الام يوم 12 اغسطس، ده بمناسبه عيد ميلاد الملكه سيركيت. وفي فرنسا بينص قانون هناك صدر عام 1950 على الاحتفال بعيد الام في الاحد الرابع من شهر مايو، يعني الاخر حد في شهر مايو. والسنه دي لو اتكلمنا هيكون تحديدا يوم 25 مايو 2021. في مصر بقى يا حضرات ابتدى الاحتفال بعيد الام سنه 56، والبدايه دي جت ازاي؟ جت بعد ما كان في اقتراح جاء من الصحفي المصري الكبير الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم طبعا بالاحتفال بهذا اليوم. اقترح علي أمين على أخوه مصطفى أمين في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بعيد الأم، وبالفعل كتبوا سوا في عمودهم الشهير واتكلموا عن أهمية تخصيص يوم معين ويوم 21 مارس من كل عام كاحتفالية كبرى بكل أم في ربوع مصر. قبلت طبعا فكرتهم بالتشجيع، وتقرر أن يكون الاحتفال بعيد الأم هو يوم 21 مارس، ومصر بكده تكون قوية أول دولة عربية بتحتفل بعيد الأم على الإطلاق. جميل جدا ان انت كمان بتتكلم ان يعني الشخص اللي قال او اقترح هذا اليوم او هذا العيد هو بنتكلم عن رجل، ولكن مش اي رجل، هو رجل كان فكر برضو تقدمي، كان بنتكلم عن يعني علي امين مؤسس جريده اخبار اليوم، هذا الرجل المثقف جدا، هذا الرجل كان يعلم قيمه المراه بشكل كبير جدا. يعني لو رجعنا لكتاباته، لو رجعنا لتاريخه هنعرف قد ايه هذا الرجل كان دايما ما يتحدث عن مش فكره تحرير المراه ولكن تمكين المراه، وفكرة ان احنا نزرع في المجتمع ان المرأة دي مش مجرد يعني نصف مجتمع ملوش مثلا قيمة، لا هو نصف مجتمع ولكن نصف مجتمع منتج ومهم. فيعني انا مش عايز اخش تفاصيل كتير، لكن بنتكلم يعني اكيد احنا سعداء جدا بالتاريخ كمان في مصر قد ايه هو كرم، نتكلم من 1919 كمان حتى هذه اللحظة قد ايه كان في تكريم وقد ايه كان في سعي كمان من المرأة. انا مش عايز اخش في حقوق المرأة قوي، بس احنا بنتكلم المرأة برضو هي دي المرأة الأم. فجميل جدا ان احنا لما نذكر كمان الام نقول قد ايه بتكون قدوه، لان هي تربي اجيال واجيال مثقفه، اجيال واجيال تعرف يعني ايه قيمه المراه في المجتمعات.